الشباب. الشباب الحقيقة يعني بقالهم شهر لازم نفخر بده، لازم كلكم تفخروا بالكلام ده. شبابنا شباب النادي الأهلي بقالهم أكتر من شهر شغالين، ولا واحد فيهم بيتقاضى جنيه ولا عايز منصب ولا عايز حاجة، هو بس بيحب وبينتمي، وعشان كده هو بيشتغل. يا جماعة الشغل اللي من وراه الحب والانتماء ده، هو ده الشغل، هو ده. ملهمش هدف، ملهمش هدف، بس انا عايز يكون ليهم هدف، وعايز كل واحد فيهم يتطلع انه يكون في مناصب. النادي الاهلي محتاج نوعيه من الشباب ده، لازم النادي الاولاد دولت لازم يكون ليهم قيادات جايه ان شاء الله. في النهايه انا بكرر شكري للجميع، اخص بالشكر طبعا جمعيه يعني جميع اعضاء الجمعيه العموميه، وتاني بكرر شكري للساده القضاه الحقيقه اللي قاموا بدور كبير جدا معانا، وان شاء الله احنا بنبتدي بقى لمستقبل جديد باذن الله. اعضاء الجمعيه العموميه هي اللي كتبت المستقبل ده، وباذن الله نكون عند حسن الظن ونمشي بقى المستقبل ويروح جيد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والجزء الأخير من الأهلي الليل. طبعا متعودين ان انا اكون مع حضراتكم بنتكلم في الكره العالميه، لكن النهارده عندنا حاجه طبعا ليا الشرف ان انا اكون موجود فيها واتكلم عليها. بنتكلم زي ما احنا تابعنا كلمه الكابتن محمود الخطيب وكلامه عن دور اللجان، دور لجنه الشباب ودور اللجان بشكل عام. موجود مع حضراتكم النهارده علشان نتكلم في فقره عائله النادي الاهلي، ونبرز مع حضراتكم دور اللجان. معانا طبعا اثنين من الكوادر المهمين جدا اللي موجودين في لجنتين، يعني يعتبر من أهم اللجان اللي موجودين من داخل النادي الأهلي، سواء لجنة المرأة أو لجنة الشباب. لكن أكيد هنتكلم في تفاصيل كثيرة جدا، ونبرز دور اللجنتين في الفترة الأخيرة والدور اللي بيقدموه في النادي الأهلي. أكيد طبعا يعني موضوع مهم جدا، موضوع متعب، يعني تطوع ما فيش أي أجر، هو زي ما كابتن خطيب قال هو موضوع بيكون حب وانتماء للنادي الأهلي. طبعا هرحب مع حضراتكم بالضيفة اللي مشرفاني مقررة لجنة المرأة الأستاذة سهام سيد. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أمور حضرتك إيه؟ الحمد لله. منورانا. أنا اللي مبسوطة جدا بوجودي معاكم، وإن أنا أقدر خلتوني أقدر أشرح دور لجنة المرأة في اللي فات، الإيفنتات اللي إحنا عملناها اللي فاتت، ودورها في المستقبل إن شاء الله. لا إن شاء الله هنتكلم طبعا وهنستفيد مع حضرتك. طبعا هنرحب بعضو لجنة الشباب اللي اكيد مشرفاني ومنوراني سلمى شوبير. ازيك يا سلمى؟ ازيك يا عمر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. منوره ان اكون معاك. لا طبعا انا طبعا اسعد ان انا اكون موجود معاكي او مع الاستاذه سهام. دور مهم، دور مهم جدا للجنه المرأة. المرأة كانت قبل كده او مجمده بقى لها فتره، لكن مع المجلس الحالي بتعود وبيكون ليها دور، مش دور عادي، لا دور فعال جدا جوه النادي الاهلي، وكمان دورها مش مقتصر فقط على الانشطه النسائيه. عايز اعرف بقى من حضرتك تكلميني عن كل ما يخص لجنه المراه. هي زي ما حضرتك قلت ان لجنه المراه ما كانتش مفعله قبل كده. المجلس الحالي الكابتن محمود الخطيب اهتم بدور المراه في النادي الاهلي، لان المراه هي اللي بترعى الجيل الجديد او الابناء او الابطال، فهي اللي بتصنع الابطال المستقبل، فبتبقى متواجده طول الوقت في النادي لتحفيز ابنائها على ان هم يحصلوا على بطولات ومراكز متقدمه. من هنا جه بقى دور لجنه المراه، ان احنا نشوف ايه متطلبات المراه دي، ايه احتياجاتها، ايه مشاكلها اللي احنا ممكن نكون همزه وصل ما بينها وبين مجلس الاداره. تمام. طبعا يعني اكيد زي ما حضرتك قلت دور مهم جدا، وليه يعني جانب ايجابي اكيد ما فيش شك، واكيد طبعا عنصر النساء اكيد ما نقدرش نستغنى عنه جوه النادي الاهلي، وجوه طبعا يعني اي اسره اكيد بيبقى موجود فيه عنصر نسائي مهم جدا. لكن نفس الكلام يا سلمى للجنه الشباب، احنا عارفين ان دي اول مره يكون موجود فيها لجنه شباب. عايز اعرف منك دور لجنه الشباب، وزي ما قلت في الاول هو لجنه الشباب بتشيل الحمل الفتره الاخيره طبعا مع لجنه المراه وطبعا كل اللجان، لكن لجنه الشباب في الفتره الاخيره هي اللي شايله اللود كله. فعايز اعرف منك ونعرف الساده الاعضاء والساده المشاهدين ايه هي لجنه الشباب ودورها جوه النادي الاهلي.
هو طبعا زي ما انت قلت يا عمر ان لجنة الشباب دي اول مرة تتعمل في تاريخ النادي، وده كان من ضمن البرنامج الانتخابي بتاع الكابتن محمود الخطيب. تمام. ان هو عايز ان الشباب يبقى ليهم دور ايجابي وفعال في النادي، فاحنا بدأنا شغل انه اعلنوا في الاول عن وجود لجنة الشباب. لجنة الشباب دي مكونة من 10 افراد. احنا كل الناس كان اعداد كتيرة جدا قدمت على اللجنة، تم اختيار 10 افراد برئاسة الأستاذ عمرو غالب. بدأنا أنه الشباب دول هم أكتر ناس يعتمد عليهم الفترة دي، هم حلقة الوصل ما بين الشباب بتوع النادي وما بين المجلس، هم اللي هيبقى ليهم تأثير على الشباب في كل حاجة، من يعني من مناسبات أحداث طبعاً. في أي حاجة. فإحنا تم اختيارنا كعشر أفراد، بس مش يعني مش متوقف على 10 بس، إحنا عدد كبير جدا من الشباب. بالظبط ده اللي أنا شفته في الفترة. يمكن كلمة كابتن خطيف لما جيت اتكلم وقال ان احنا كمان شفنا في الادلاء بالتصويت على لائحه النظام الاساسي ما شفناش 10، شفنا كميه شباب متطوعين بشكل غير طبيعي. بالظبط، احنا عدد شباب كبير جدا. احنا بنشارك يعني كلجنه احنا بنعرض افكار ومشروعات جديده بنقدمها، وفي كذا حاجه هبقى احكي بتفاصيل اكتر عن المشروعات اللي تم تنفيذها. شاركنا في الاجتماع اللي كنتم موجودين فيه مع الاستاذ ده، كان في اشتغلنا على اللائحه من قبلها بشهر. بالظبط. بدأنا تواجدنا في الثلاث فروع، عملنا ندوات، عملنا ورشة عمل مع بعض من أعضاء مجلس الإدارة، كان متواجد فيها أستاذ طارق أنزيل، دكتور محمد سراج، أستاذ جرحي، وأستاذ كفراوي كمان طبعًا. وطبعا الحاج محمد يوسف رئيس لجنة العليا، ده اللي متبنينا طبعا، وهو أكتر واحد بيقف في ظهرنا. بالظبط، فالشباب هم أكتر ناس ليهم دور، هم اللي بيعتمد عليهم أكيد يعتبر في أكيد. كل حاجة، في ساعة اللايحة مثلا، يوم اللايحة نفسه الحمد لله كتنظيم احنا اللي قمنا بيه برضو. احنا كنا بنستقبل الناس من بره من على البوابة. انا عايز اتكلم معاك في قصص كتير قوي ليها علاقة بموضوع اللايحة وموضوع ازاي بيتم التنسيق بينكم. لكن استاذة سهام، عايز اسأل حضرتك على لجنة المرأة. حصل اكيد ايفنتات مهمه جدا، لكن ابرز الايفنتات او الاحداث اللي كانت موجوده وتم تنظيمها من خلال لجنه المراه، ايفنت كان موجود في فرع الشيخ زايد، طبعا ده كان تقريبا ليه علاقه باليوم الريفي، وايضا بنتكلم على تكريم ابناء النادي من ابطال اكتوبر. طبعا حدثين مهمين جدا تطلبوا مجهود كبير جدا. عايز اعرف بقى ازاي بيتم التنسيق، وازاي قدرتوا ان انتوا تطلعوا حدثين بالشكل الرائع ده؟ واكيد كلنا شفنا وسمعنا الاشاده من كل اعضاء النادي الاهلي. الحمد لله. صحيح، احنا تعبنا جدا في الايفنتين دول، بس الحمد لله ربنا وفقنا فيهم. بالنسبه لو تسمح لي ابتدي بابطال حرب اكتوبر وتكريمهم. طبعا. الايفنت ده كانت فكره لجنه المراه، اتحمست ليها جدا الدكتوره عزه سيار رئيسه طبعًا. لجنه المراه، عرضتها على الاستاذ محمد يوسف، عرضها على مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. اتحمس جدا للفكره لانها بتبث قيم جميله في النادي الاهلي. فالايفنت ده بالذات فعلا خد مننا وقت وسهر وتعب. انا كنت لسه اقول لحضرتك تعبتوا فيه جامد جدا جدا عشان تجمع. ما كناش متوقعين العدد اللي يتقدم، ان ابناء النادي الاهلي ابطال حرب اكتوبر بالعدد ده كله، يعني ان كرم 60 بطل. بسم الله ما شاء الله. دي حاجه كبيره وجميله. وازاي تنظم، ازاي تتصل بيهم، وازاي تنظم مواعيدهم عشان يسجلوا الفيلم التسجيلي طبعًا. وهم طبعا مواعيدهم بالثانيه وبالميعادهم مظبوط يعني طبعًا. فدي كانت حاجه برضو. اما بالنسبه بقى لليوم الريفي. تمام. اليوم الريفي طبعا برضو عايزين نعرف يعني نشرحه للساده الاعضاء وللساده المشاهدين، اليوم الريفي كان عباره عن ايه؟ اليوم الريفي عشان لما يكون موجود بعد كده الناس تبقى طلب مننا ده. احنا طلب مننا ان احنا نعمل رحله لجو ريفي. فاحنا قلنا يعني، وده كان اقتراح احدى العضوات المشاركات صراحه في الشيخ زايد، احنا بنعمل معاهم لقاءات شهريه. تمام. بنشوف ايه احتياجاتهم ومتطلباتهم، يعني كانت الاقتراح ده من ضمن الاقتراحات ان احنا ننقل اليوم الريفي داخل النادي، يعني داخل الشيخ زايد بكل بقى تفاصيله، بكل الحاجات الموجوده في اليوم الريفي، من فلاحات، من خبز، من منتجات ريفيه، من ركن للاطفال، ازاي يعملوا نباتات، يصنعوا نباتات طبعًا. للزينه. كمان استضفنا فاطمه عيد طبعًا. برضو نقلت اجواء جميله، وكانوا كده
مبسوطين. اليوم الريفي ده بالذات احنا يعني اعتمدنا فيه على ان احنا ننقل كل عيله الاهلي جوه الاهلي جوه الشيخ زايد في سفره الاهلي. صح. يعني جماعه ازاي نقول مثلا ده يوم لم الشمل مثلا. طبعا طبعا لم الشمل. فجمعنا بقى ده لقطات من اليوم الريفي اللي احنا بنتكلم عليه اللي كان موجود في الشيخ زايد. طبعا لقى نجاح كبير جدا جدا. لكن عايز اسال حضرتك على بقى استعانته بلجنه الشباب، التنظيم كان عامل ازاي؟ ازاي كده يعني بتقعدوا تفكروا في كل التفاصيل الدقيقه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، واكيد فيها تعب وصعب، لكن هل تم الاستعانه بلجنه الشباب؟ احنا استعانا بلجنه الشباب في اكتوبر. في اكتوبر دي بقى الحدث الاكبر والحدث اللي كان فيه صعوبه وتنسيق وطبعا تسجيل افلام وثائقيه حاجات كتيره جدا. فدي احنا واحنا كمان في الفترات الجايه ان شاء الله المستقبليه هنستعين برضه بلجان زي اللجنه الطبيه، زي لجنه الشباب برضه هتبقى معانا ان شاء الله في كذا حاجه هنستعين بيها باللجان، لان كل اللجان بتهدف لهدف واحد هو خدمه النادي الاهلي وتوصيل هدف البرنامج عاليه الاهلي. طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي واحد يعني صديق عزيز جدا عليا طبعا، واكيد حضراتكم تعرفوه كويس جدا، هو نحله وشعله نشاط داخل النادي الاهلي بشكل غير طبيعي. طبعا هو عضو الجمعيه العموميه لكنه ليه دور بسم الله ما شاء الله في كل اللجان، وخاصه بنتكلم على لجنه الشباب، وهو الاستاذ وليد مبروك. استاذ وليد. عمر حبيبي اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام والله الحمد لله تمام. منور ومشرف على قناه الاهلي. طبعا زي ما اتكلمنا وقلنا انك شعله نشاط بسم الله ما شاء الله، وليك يعني قبول مع الاعضاء، وكمان يعني متطوع بشكل كبير جدا، وبيكون ليك دور في كل النجاحات اللي بتكون موجوده داخل عائله برنامج عائله الاهلي، وكمان في كل اللجان اللي موجوده وبتنظم اي ايفنت داخل النادي الاهلي. انا بس على الاول اسلم على اتهام وسلمى اثنين يعني بالامثله بتاعت النادي الاهلي الواضحه، الناس اللي بتسيب شغلها كتير وبتضحي بوقتها وبيتها وبتنزل تشتغل حبا في النادي الاهلي. يعني اللي انت بتقوله ده يعني عليا ده كتير قوي طبعا، لان لا ده تستحقه طبعا تستحقه حبيبي يا عمر. والله انا بس عايز اقول لك النادي الاهلي يعني يستحق من اي حد بينتمي ليه اكتر من كده بكتير. مزبوط. لان انت عارف ومجرب ان انت اسمك يقترن بالنادي الاهلي في اي حاجه وفي اي ايفنت او اي حاجه انت بتتحط جنب اسم النادي الاهلي، دي حاجه بتعليك طبعا طبعا. وابلغ دليل النهارده يعني انا بس كمان ما فوتش الحدث ده اكيد، النادي الاهلي النهارده الف مبروك طبعا على عقد الرعايه. احنا كنا من اسبوعين ثلاثه الناس بتتخيل النادي الاهلي في محنه، اكتشفوا النادي الاهلي كبير قوي وبيطلع من اي حاجه اقوى واحسن، ومبروك على الهوايه كلهم طبعا يعني. بس اكيد طبعا لا اكيد طبعا بنبارك للنادي الاهلي، لكن عايز اعرف منك انت يعني الدور في الفترة الأخيرة اللي أنت شايفه أو دورك في لجنة الشباب، شفتك في أكتر من حدث أنت يعني بتنظم أو بتساعد في تنظيمه، وفي الأول وفي الآخر هو عمل تطوعي. عايز أعرف منك بقى مدى الحب اللي موجود بينك وبين النادي الأهلي، وكمان يعني نتكلم على يعني كل عيلتك موجودة في النادي الأهلي وليها دور، فأنت كمان بتكمل الدور ده، فشايف دورك التطوعي ده ماشي بشكل عامل إزاي، ودور اللجان داخل النادي الأهلي؟ والله عمر انا حابب جدا القصه بتاعت الشباب دي، انا يعني في سنهم كنت حابب ابقى يعني موجود وليا دور، ويمكن الظروف الفتره اللي فاتت ما كانش الاعلام والسوشيال ميديا بالحجم ده. مظبوط. كانت الدنيا مش سهله كده، لكن انا لو انت فاكر انا كنت ما اعرفش انا يعني لو عندك وقت دقيقتين كده هشرح لك حاجه. لا اتفضل. هشرح لك حاجه، انا كنت في نص تقريبا السنه اللي فاتت في الصيف كنت دخلت مداخله مع كابتن شوبير، وبالصدفه كده سجلنا عليه مسؤوليه كبيره جدا انه يوصل لاجيال صغيره قيمه ومعنى وشموخ النادي الاهلي ويعلمهم حب النادي والانتماء وكده، وكانت المداخله دي ملهاش اي هدف يعني ما كانت في الصيف وما كانش ليها سبب. دارت الايام ومشيت زي ما انت شايف، الظروف حطتني في 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 المكان اللي انت شايفه ده، ان انا بشتغل مع الشباب ده اللي هم احلى حاجه حصلت في حياتي بجد، وانا بعتبر نفسي انسان محظوظ جدا ان انا قابلت المجموعه دي، مجموعه كلها بتحب النادي وبتنتمي وبتحب وبتخلص وبتعمل كل حاجه ومش فارق معاها اي حاجه ولا مستنيه حتى شكرا يعني، هم بيعملوا كده حبا. صح مظبوط مظبوط. انت شفت طبعا في بطولات افريقيا كانوا بيقفوا حتى هم بينظموا في المدرجات يشجعوا مع الجماهير، وكانوا بيعملوا دورهم ازاي يعني مش عايز اتكلم كتير طبعا عشان بس وقتك، لكن النادي الاهلي يستاهل برضه تاني اكتر من كده بكتير، وشباب النادي الاهلي دول هم كنز النادي الحقيقي اللي موجود. والنادي الاهلي يعني انا برضه احب اكد على ان مجلس الاداره الموجود ده والكابتن محمود
يعني فعلا داعمين جدا للشباب، وفعلا بيحاولوا يفتحوا لهم نقاط يقدروا منها. وان شاء الله انا بقول لك في الفتره الجايه في حاجه كده بنشتغل عليها هتوسع القاعده بتاعه الشباب اللي بيشتغل في النادي، بس يعني اسمح لي نخليها دلوقتي طبعا وقتها. وهنعمل حاجه هيبقى عدد المشاركه فيها كتير جدا، هنوسع القاعده جدا، الناس هتبقى يعني بتشوف الشباب بشكل مختلف يعني ان شاء الله. يعني استاذ وليد، يعني اكيد زي ما انت محظوظ، او زي ما حضرتك بتقول ان انت محظوظ انك موجود مع الشباب، هم كمان محظوظين ان هم يكونوا موجودين مع شخصيه بتحب وبتنتمي الى النادي الاهلي. اكيد طبعا دورك مهم جدا جدا كده، فبشكرك على وجودك معايا. اكيد طبعا يعني تشرفت بوجود حضرتك معايا على قناه النادي الاهلي، واكيد يعني تكون موجود معانا هنا في القناه عشان نعرف منك تفاصيل اكتر واكتر عن دور لجنه الشباب ودورك كمان داخل النادي الاهلي. وده كان اتصال مع الاستاذ وليد مبروك عضو الجمعيه العموميه، وهو واحد من المتطوعين داخل اللجان وخاصه لجنه الشباب. يعني هرجع لك يا سلمى وهسالك على، احنا اتكلمنا على تصويت لائحه النظام الاساسي، قلت لي ان احنا كنا موجودين ما كناش 10 افراد بس، لا احنا كنا اكتر، لكن عايز اعرف هل بيتم التنسيق ما بينكم ما بين الاداره التنفيذيه؟ هل انتوا بتطلبوا ولا بيتم الطلب منكم ان انتوا تعملوا حاجه معينه؟ بص مبدئيا يا عمر، احنا اول ما بنسمع ان في اي ايفنت او حدث في رغبه فظيعه عند كل شباب النادي ان هو يشارك. وبصراحه العميد محمد مرجان ما بيتاخرش علينا في اي حاجه، بابه مفتوح لينا طبعا على طول، فبيحصل على طول اتفاق، يا اما بيطلب مننا يا اما احنا بيبقى نفسنا ان احنا نقدم حاجه تخدم النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي والنادي اللي احنا اتربينا فيه. فاحنا بنطلب على طول لو في حدث زي مثلا التصويت ده، احنا اللي طلق يعني كانت رغبه من عندنا والحمد لله اتوافق عليه على طول، ومن بعدها اتحط على طول يعني خطه عمل. قعدنا نشتغل قبلها بشهر في الثلاث فروع، كان في منافذ في الثلاث فروع بتوع النادي، فيهم شابين في كل منفذ بيوزعوا نسخه من اللائحه اللي هي قبل التعديل، وبيتناقشوا، بيبقى في تواصل مع الاعضاء، لو في اي حد عنده اي تعليق على بند او حاجه بيتم التواصل بالظبط. وكنا بنفهم الناس اهميه المشاركه في حدث زي ده، ان هو يوضع الدستور بتاع النادي بتاعه. والحمد لله يعني كان في صدى كويس قوي الحمد لله. الناس حتى البنود اللي كان يعني في تعليقات عليها تم ارسالها للجنه برضو المسؤوله عن صياغه اللائحه، والحمد لله في حاجات تم تعديلها. ويعني والندوات، الثلاث ندوات اللي اتعملت كنا احنا برضو اللي منظمينهم الحمد لله. شباب النادي، مش لجنه الشباب بس، انا بتكلم على شباب النادي مش بتكلم على اللجنه بس، شباب النادي احنا بنتكلم على النادي، شباب النادي كله اللي يعني كله بيجري عشان يخدم النادي ويشارك في اي حدث واي يعني واي ندوه. الحمد لله كانت بتبقى منظمه جدا، والحمد لله ثلاث ندوات كانوا العدد فيهم كويس جدا ومنظمين جدا. يعني اخر حاجه بقى كانت يوم التصويت نفسه، الحمد لله كان في متقسمين الناس لثلاث مجاميع، في ناس بتستقبل الناس من بره خالص من الباركنج عند العربيه بيوصلوهم لحد بوابه النادي، في شباب مستنيينهم عند بوابه النادي طبعًا بيوصلوهم طبعًا لحد الخيمه طبعًا. جوه الخيمه في شباب في انتظار برضو الاعضاء كلهم يعرفوا يدلوهم على رقم اللجنه طبعًا. الحمد لله كانت عمليه التصويت زي ما انت شفت كده، وكنت حاضر ما كانتش بتاخد يعني دقيقه دقيقتين بالكثير، وحتى في يعني في شباب تانيين كانوا بيوصلوهم لحد بوابه الخروج. فالحمد لله العمليه كانت ماشيه بنجاح جدا، وده كان يعني كان لينا دور الحمد لله في التصويت على اللائحه. عملنا ورشه عمل مع بعض من اعضاء مجلس الاداره برضو الحمد لله، كابتن الخطيب نفسه اشاد بيها في ندوه من الندوات. فالحمد لله يعني عملنا شغل في التصويت على اللائحه الحمد لله، ويعني كانت ماشيه بشكل كويس. طيب هاجي لك لليد وطاير، لكن اروح استاذه سهام واسالها على دور لجنه المراه. يمكن كتير كان فاكر ان لجنه المراه هيكون دورها قاصر فقط على انشطه نسائيه، لكن جات لكم فكره خارج الصندوق، فقره او الايفنت الخاص بحرب اكتوبر. فانا عايز اعرف من حضرتك، هل فعلا ناويين تكملوا ان شاء الله في السياق ده، ان مش بس دور لجنه المراه يكون ليه دور داخل الدور النسائي فقط، ولا اي حاجه هتبقى موجوده تفيد النادي الاهلي وبرنامج عائله النادي الاهلي وعضو النادي الاهلي ان شاء الله هتم تنفيذها على طول؟ هي دور لجنه المراه في النادي الاهلي، هي دور لجنه المراه ان هي معنيه بالمراه تمام، وليست قاصره على النساء فقط. طيب مظبوط. بدليل الايفنتات احنا عملناها كتير قبل كده، قبل الايفنتين الاخرين تمام، كان بتيجي المراه واسرتها كلها معاها، يعني مش بتبقى للمراه فقط، يعني مش قاصره على حضور المراه بس. طبعا الايفنتات الاخيره اليوم الريفي برده ما كانش قاصر على المراه فقط، جبت المراه وعيلتها واسرتها والشيخ جم في فرع
مدينه نصر، فرع الجزيره، في الشيخ زايد، كلهم التحموا في جو عائلي جميل طبعا يصب في الهدف الرئيسي على برنامج عائله الاهلي. طبعا فهو فعلا دور المراه في ملفات هتبقى في المستقبل ان شاء الله تخص المراه فقط، ملفات صحيه، لكن مش شرط ان كل الملفات تبقى تخص المراه فقط. طب ايه الجوانب الايجابيه اللي حضرتك لمستوها كلجنه مراه في تنظيم احداث كثيره جدا؟ اكيد شفتم جوانب ايجابيه واكيد شفتم تجاوب من اعضاء النادي الاهلي وخاصه عنصر المراه. ايه اهم العناصر الايجابيه وهل كان في تجاوب كبير لدور المراه او للاعضاء مع حضرتك او مع لجنه المراه بشكل عام؟ اه طبعا، احنا بعد الايفنتين يعني لو اتكلمنا على اليوم الريفي كل الاعضاء كانت مبسوطه جدا على السوشيال ميديا، كلمونا في التليفونات، هنونا بالفكره الحلوه اللي طبعا الفكره كانت بتطرح قيمه اللي هي لم شامل عائله الاهلي طبعا. كلهم في سفره واحده، في ناس ما كانتش تعرف بعضها، يعني في ناس من الشيخ زايد ما تعرفش ناس في الجزيره، ما يعرفوش ناس في مدينه نصر، كلهم اتعرفوا وبقى في جو اسري جميل. بالنسبه لاكتوبر او تكريم ابطال حرب اكتوبر واسر الشهداء، ده احنا زرعنا الحمد لله، يعني انا ناس قالت لي، مش انا كمان اللي بقول، يعني ابطال نفسهم قالوا لنا انتوا زرعتوا قيمه جميله للشباب الصغيرين، لما بيشوف ابوه بيتكرم، يشوف جده طبعاً بيتكرم طبعا. يعني حتى حلو جدا ان انت تكرم ابن شهيد، لكن الاحلى ان انت تكرم البطل نفسه، يعني هو على قيد الحياه، يعني طبعا دي قيمه جميله طبعاً. كل الناس دي حاجه كنا يعني بنفتقدها في مصر بشكل عام، لكن بسم الله ما شاء الله لجنه المراه بعد ما كانت مش موجوده الفتره الاخيره بتعود وبقوه وبافكار بره الصندوق تماما. الحمد لله، يعني الفكره فعلا هي جت من لجنه المراه، مش من اي عضو مشارك، بس احنا تحمسنا لها جدا، والاداره العليا تحمست لها جدا جدا. الكابتن الخطيب ادانا كل الدعم طبعًا. المادي والمالي يعني والمعنوي، يعني عايزه اقول لك كمان استضفنا قومه كبيره عشان تحيي الحفل الفنان محمد الحلو طبعًا. فنان محترم، فنان ليه ذوق خاص، فنان ما يختلفش عليه اثنين، الاطفال كانت مشاركه معاه، الشباب الكبار، فكل الناس كانت مشاركه مع الفنان محمد الحلو طبعًا. فاليوم فعلا طبعًا. جميل، وكان منظمين. يعني بعض اللقطات الموجوده قدام حضراتكم من حفل تكريم ابطال 6 اكتوبر، وزي ما قلنا حفل بسم الله ما شاء الله كان فيه تنظيم على اعلى مستوى، الشباب شارك فيه مع لجنه المراه، وبالتالي خرج بشكل مشرف يليق بعائله النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي وباعضاء النادي الاهلي. يمكن سلمى لجنه الشباب انا شايف ان يمكن كان في تحدي او اختبار حقيقي للجنه هو تنظيم بطوله اليد والطايره في افريقيا. الموضوع اكيد كان صعب جدا، اول مره يكون في لجنه شباب، بيتحط عليكم مسؤوليه كبيره جدا ان انتوا هتخرجوا بحدث مش بس مصر هتشوفوا، لا ده العالم ويمكن افريقيا بشكل خاص هتتابعوا وهتشوفوا، فكان مسؤوليه. احكي لي بقى تفاصيل اللي حصل، ولما عرفتوا الخبر ان انتوا تم الاستناد او اسناد المهمه ليكم، وازاي نظمتوا وازاي عملتوا فكره الجمهور؟ يمكن كان في فكره دخول الجمهور، كان في فتره الاخيره دي ما كانش في جمهور بيخش كتير. هو طبعا زي ما انت قلت يا عمر، هو كان تحدي طبعا انه الشباب هم اللي يقوموا بتنظيم حدث كبير زي ده، بطولتين كبار في افريقيا. هو الحمد لله كانت حوالي 65 شاب من اعضاء النادي الاهلي، مفيش اي حد بره النادي، يعني كشباب منظم منظم للبطولتين هم اللي شاركوا في البطولات دي. كان في لجنه المراسم والجماهير، دي كانت برئاسه طبعا وليد مبروك، يعني غني عن التعريف، كان لسه معانا. كان فيها 6 افراد من لجان مختلفه، مش من الشباب بس، كان فيها ممثل واحد عن لجنه الشباب، دي اللي كانت مسؤوله بقى عن كل حاجه، يعني دول مسؤولين عن دخول الجماهير والخروج وعن الاذاعه الداخليه، حتى كنا احنا الشباب مسؤولين عليها، تسليم الجوائز والكؤوس والحاجات دي كلها. هي كان تحدي زي ما انت قلت كده، الحمد لله اتنظمت بشكل حلو جدا، الشباب بصراحه كان بيشارك، كان في ترتيب طبعا، وليد مبروك كان منظم الشباب بطريقه طبعا. كويسه جدا، هو بيعرف ازاي حط خطه كويسه، الناس كلها مشينا على الخطه اللي هو حطها دي، الحمد لله طلعت بشكل زي ما انت شفت كده، جماهير كان شكلها حلو، فالحمد لله البطولتين طلعوا بشكل يليق باسم ان النادي الاهلي هو اللي منظم البطولتين دول. يعني لكن كان الموضوع صعب يا سلمى، فكره الجمهور ازاي، يعني ازاي الجمهور دخل وازاي عملت نظام للجمهور انه يكون موجود؟ هل مثلا ان انتوا فكرتوا لما جيتوا تشوفوا ان الفكره دي جت لكم، هل بتقعدوا مع بعض
بيحصل مثلا طبعًا تشاور طبعًا. هل في الديمقراطيه هي اجتماعات على طول؟ طبعا طبعا. يعني دايما الديمقراطيه ما فيش الموضوع ملوش علاقه بسن، ملوش علاقه، كله بيقول اللي عنده، والاحسن هو اللي بيتم الاخذ بيه. بالظبط بالظبط. عايز اقول لك احنا الشباب اللي مشارك كان من سن 16 لسن 35، فانت بص فرق القاعده كبيره طبعا. بالظبط بالظبط. وكله يعني بيسابق الثاني عشان يلحق يعمل اي حاجه في حب النادي وفي خدمه النادي. فبالعكس لا، احنا على طول في اجتماعات قبل اي حدث، بيبقى في اجتماعات طبعا متواصله ديورنج حتى اي ايفنت، لازم برضو بنجتمع قبل وبعد. يعني احنا مثلا قبل كده، يعني هبعد شويه عن بطوله افريقيا دي، عملنا نظمنا حفله النجمه الرابعه برضو للنادي. احنا عملنا اجتماع قبلها بيوم، واجتماع يوميها الصبح، واجتماع بعد الحفله على طول. فاحنا الحمد لله على طول في تواصل، يعني احنا صوتنا مسموع جدا الحمد لله يا عمر، ودي من اهم طبعًا. المميزات الصراحه من اي حد. يعني احنا من اول الكابتن محمود الخطيب شخصيا قعد معانا كذا مره بيسمع لنا كل اعضاء مجلس الاداره بصراحه. فاحنا مفيش حد بيتاخر عننا، احنا على طول بنقعد بنقول افكار، بنقول اقتراحات على طول، بنقول مشروعات جديده زي مثلا في بطوله افريقيا الطايره واليد، بنقعد على طول في اجتماعات كل واحد بيقول افكاره، وكلها عايز اقول لك معظمها بتتنفذ. يعني مفيش حاجه عمرها ما بتتنفذش، يعني ما دام في خدمه النادي. احنا شفنا يا سلمى، يمكن شفنا كمان الكابتن محمود الخطيب بيشيد بلجنه الشباب في كل، يعني كل حدث بيتم تنظيمه بيشيد بلجنه الشباب وبيقول دورهم دور فعال، وان في الاول وفي الاخر زي ما يعني زي ما اتفقنا ان هو عمل تطوعي، عمل بالزبط. بدون اجر، وبالتالي هو موضوع صعب جدا. يمكن حضرتك اكيد يعني في دور اكيد في البيت، دور يعني مهم جدا والشغل يعني الشغل طبعا. يعني عايز اقول لك يا عمر والله احنا معظم، احنا مكونين من 10 افراد، معظم الناس بيبقى عندنا اجتماعات في اي وقت، الناس كلها بتسيب شغلها وتيجي تجري عشان في اخر الدنيا. يعني عايز اقول لك احنا الاجتماعات اللي بتبقى في نادي الاهلي الجزيره دي، الناس بتبقى جايه من التجمع ومن مصر الجديده، بس بصراحه على طول محدش بيتاخر بصراحه عن خدمه النادي، وده اللي احنا اتربينا وتعودنا عليه طبعا. وده اللي المجلس بصراحه حاطين ثقه كبيره جدا فينا، يا رب ان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم. يعني دول شباب ويعني لسه صغيرين، فلسه عندهم الطاقه والحماس. لكن حضرتك دور المراه اكيد دكتوره عزه، ازاي بقى بيتم التنسيق ما بينكم في الاجتماعات؟ احنا بنتكلم عن برنامج عائله الاهلي، واكيد في بعض النقاط الخاصه بالاعضاء، لكن هل لو في حاجه مش موجوده هل بيتم طرحها ان انتم تزودوها من ضمن برنامج عائله الاهلي؟ عشان في الاول وفي الاخر هي بتخدم العضو وبتخدم اكيد كل ما هو موجود في لجنه المراه. حضرتك شايفه النقاط دي ازاي بيتم مناقشتها داخل اللجنه؟ احنا بنعمل خطه شهريه تمام بتتعرض على اللجنه العليا، والخطة الشهرية دي فيها ما يستجد، في بند كده ما يستجد من أعمال تمام. احنا بنعقد طبعا لقاءات شهرية مع العضوات، فلما بنشوف عضوات عايزة حاجات جديدة احنا مش كاتبينها في الخطة ونقدر ننفذها، فبنكتبها على طول وبننفذها، وناخد خطوات ان احنا ازاي ننفذ الخطة دي، وكل واحد بيبقى ليه تاسك معين، وكلنا بنتفق في النهاية على يعني ان احنا نخرج بنتيجة كويسة ترضي جميع الأجواء وجميع طبعا. هقطع حضرتك في النقطة دلوقتي، لو عضوة من أعضاء النادي الأهلي مش موجودة في لجنة المرأة حابة ان هي تشارك في الرأي، ايه اللي هتعمله عشان خاطر توصل صوتها او تقول الاقتراح اللي عندها؟ احنا بالفعل عاملين مع عضوات عضويه مشاركه دي على التواصل الاجتماعي وعلى الواتس، وبنعمل استطلاع راي في كل ايفنت بنعمله، وبنوزع كمان عضويه المشاركه دي عشان لحد اي عضوه عايزه تشارك معانا فبتشارك معانا. يعني اليوم الريفي كانت عضوه مشاركه هي اللي كانت صاحبه الفكره، وهي اللي ساعدتنا كمان في تنفيذ الفكره. فمن هنا احنا يعني بنعقد كمان لقاءات شهريه مع العضوات، عن طريقها بنعرف ايه رغباتهم، ايه احتياجاتهم، ايه مشاكلهم، ممكن ان احنا نبقى همزه وصل ما بين لجنه المراه وما بين العضوات وما بين الاداره. يعني اكيد يا سلمى نفس الشيء، يمكن هتكلم على لجنه الشباب وهتكلم على، عايز اسالك على الجانب الايجابي اللي انت شايفاها في لجنه الشباب في الفتره الاخيره. دايما اي حاجه بتكون جديده بيبقى كل الناس بصلها، كل الناس شايفاها، احنا كلنا اكيد شايفين ان هي بسم الله ما شاء الله ناجحه جدا. بنتكلم على رئيس لجنه الشباب، بنتكلم على استاذ عمرو غالب، واحد من الشخصيات الجميله جدا اللي انا اكيد بعتز بصداقتها. لكن يا سلمى عايز اعرف منك ايه هي الايجابيات اللي انت شايفاها؟ كمان انا في موضوع بالنسبه لي الاخير اللي تم التعاقد عليه من خلال لجنه الشباب، وهو توفير فرص عمل لاعضاء النادي. الموضوع ده طبعا انا هخليكي تتكلمي فيه، لكن طبعا هو عمل عظيم جدا، واكيد في الاول وفي الاخر بيخدم او بيخدم بشكل كبير عضو النادي الاهلي. فعايز اعرف منك تفاصيل التعاقد، وازاي جات لكم الفكره ان انتوا توفروا
فرصة عمل لأعضاء النادي الأهلي؟ بص أنا زي ما قلت لك يا عمر في الأول، إحنا على طول يعني مش كل يعني بنعمل اجتماعات في خلال الشهور عامة، من أول ما بدأنا شغل إحنا في اجتماعات متواصلة، فعلى طول بيبقى عندنا أفكار بناخدها بس بالترتيب. فإحنا كان من الأول خالص كان في مشروع يعني اللي هو بتاع شغلني ده، كان محمد دسوقي عندنا في اللجنة هو اللي كان قال فكرة يعني، وفي أفكار كتيرة كل الناس بصراحة قالت عليها يعني. هو اشتغل يعني كذا حد في اللجنه اشتغلوا على مشروع شغلني ده، والحمد لله اول ما عرضنا الفكره على اللجنه العليا تم الموافقه عليه على طول، واول ما اتعرض برضو على طبعا العميد محمد مرجان برضو توافق عليه على طول، وعلى طول مضينا العقد. هو المشروع عباره عن ان احنا بنوفر فرص عمل لكل الشباب بتوع النادي. بالظبط صغيره ازاي بتوفروا بالزبط. وازاي لو العضو حابب ان هو يقدم او يعرض السي في بتاعه ازاي بيتم التقديم بالزبط. وان هو يتم استقباله وعرضه بعد كده على شركه التوظيف. بالظبط، هي شغلني هي متعاقده مع 10,000 شركه تمام في يعني في مصر. هو في ثلاث منافذ ليهم في كل فرع في الثلاث فروع بتوع طيب. مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد. العضو بيروح يقدم السي في بتاعه في المنفذ ده اللي موجود في يعني هو زي كشك موجود تمام. في كل تمام. فرع بيقدم عليه، بيكتب كل طلباته، السي في بتاعه على طول اوتوماتيك السي في ده بيروح لكل الشركات اللي متوفره عندها فرصه العمل اللي هو مقدم عليها دي. في خلال اسبوع بالظبط بيتم التواصل مع العضو اللي قدم على طول على الطلب ده، وبيروح لانترفيو ويعني ومنها ان شاء الله على طول بيجي له فرصه عمل. وهي دي من اكتر الحاجات اللي بيعاني منها الشباب عامه يا عمر، ان هو اللي بيتخرج او حتى العادي يعني ممكن يبقى حصل له مشكله في شغله او ساب شغله ان هو يلاقي شغل بسهوله. وده دور النادي الاهلي وده دور الشباب ان هو يحاول يساعد الاعضاء على الحاجات الصعوبات اللي بيقابلها عامه. لازم يبقى النادي الاهلي والشباب دول على طول عندهم حلول للناس للاعضاء. فانا كنت شايفاه ان دي فرصه حلوه جدا للناس اللي عندها مشكلة في ان هم يلاقوا الشغل المناسب ليهم والشغل اللي هم نفسهم فيه، فالنادي يساعدهم على ده. فده الحمد لله عملناه، وبصراحة بتسهيلات من اللجنة العليا ومن العميد محمد مرجان ومن المجلس طبعا. يعني انا شايف الفترة الأخيرة كان في يعني بدأ ان هو يكون في توافد على تقديم الطلبات او تقديم السيرة الذاتية لكل أعضاء النادي الأهلي. فانا شايف اكيد ان هي في الاول وفي الاخر تخدم شباب النادي الاهلي، ومش الشباب بس، احنا بنتكلم على قاعده بالظبط. فنقطه اكيد اجابات تتحسب لجنه الشباب. لكن استاذ سهام عايز اسال حضرتك على الخطه المستقبليه، ازاي او بتفكروا ازاي ان انتوا يكون في احداث تكون اكيد تفيد برنامج عائله الاهلي، ازاي يكون في برامج خاصه بالاعضاء، وايه اللي بتفكروا فيه ان هو يخدم عضو نادي الاهلي؟ وبنتكلم كمان على العنصر النسائي بشكل خاص، ايه اللي ممكن حضرتك او لجنه المراه تقدمه الفتره اللي جايه للجنه المراه؟ في كذا ملف لجنه المراه في الفتره الجايه ان شاء الله. حاجات حصريات يعني حاجات لا مش هقول لك برضه مش هقول لك برضه في ملف صحي بالتعاون ان شاء الله مع اللجنه الطبيه، في ملف ثقافي حرف يدويه ومشغولات وكده، في ملف استشارات علاقات اسريه، ففي كذا ملف في الفتره القادمه. كمان في ان شاء الله باذن الله ده حصري بقى في حفله راس السنه ان شاء الله هتكون مليانه مفاجات باذن الله، فقرات كتيره متعدده يعني من دلوقتي نحمس الاعضاء نحضر نفسنا. كمان في ملف ترفيهي بالتعاون مع لجنه الرحلات باذن الله للسيدات فقط يعني، فده برضو حصري برضو مش كنتش عايز اقول السيدات فقط مفيش رجاله خالص كنتش عايز اقول برضو لكن يعني عايز اقول حضرتك حاجه كده برضو يعني يمكن خارج الاطار بتاعنا، لكن مع كل الشغل ده كله يعني برضو ازاي حضرتك بتنظمي مع في البيت وفي الشغل وفي النادي؟ يعني برضو بنتكلم على ان الموضوع صعب جدا، لكن هو في الاول وفي الاخر حبا في النادي الاهلي وحبا في خدمه اعضاء النادي الاهلي، حضرتك حابه الموضوع، فازاي بتنظمي يعني ازاي بتنظمي الموضوع؟ او مش حضرتك لوحدك، لا ده كل اعضاء اللجنه، الموضوع بيكون شيق جدا وصعب جدا، ولاد مدارس زوج في البيت عندي ثانويه عامه كمان السنه دي حضرتك ازاي ثانويه عامه واعداديه، فعندي يعني مجهود أكثر. اكيد كلكم بتتعاونوا مع بعض في البيت يعني بيكونوا طبعا هم كل واحد مقدر عمل التاني، هم كمان بيحبوا النادي جدا. طيب بس يعني كده خلاص احنا يعني اتربيت في النادي، ولادي اتربوا في النادي، فده أس بيتنا يعني، فعشان كده يعني سايبيني بقى براحتي ان انا اشتغل في النادي. بعدين كمان اما بلاقي رد الفعل بتاع الناس اللي الاعضاء او العضوات جميل على التليفون بيزيد من اصرارك وحماسك وشغلك، بيخلي
خليني عايزه اشتغل تاني وعايز اشتغل تاني، ببقى مبسوطه جدا بالردود الافعال. طيب وحاجه طبعا انا شايفها تاني، انا عايز اتكلم فيها ان حضرتك برضو تفكيركم ان انتوا بتحاولوا تجمعوا الثلاث فروع ببعض، علشان الناس اللي يمكن الناس في الشيخ زايد ممكن ما تكونش عارفه، الناس اللي في الجزيره، الناس مش عارفه اللي في مدينه نصر، فحلو جدا ان انتوا دايما بتنقلوا الايفنتات او 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 الاحداث من اهل الشيخ زايد لاهل الجزيره لاهل مدينه نصر، عشان زي ما قلت يكون في تعارف ما بين الاعضاء بينهم وبين بعضهم. ففكره برضه جيده، يمكن اكيد بتتحسب للجنه المراه، فهل مستمرين على نفس النهج ده؟ ان شاء الله طبعا، كل افكار لجنه المراه ان شاء الله هتبقى تصب في برنامج عائله الاهل، يعني كل افكار لجنه المراه ان شاء الله باذن الله هتنفذ برنامج عائله الاهل باذن الله. طبعا اكيد. يمكن سلمى سمعنا كلمه الكابتن خطيب، لكن لما انت سمعتيها في ساعتها اكيد طبعا كان شعور مختلف واحساس طبعًا. مختلف ان الكابتن خطيب قال كلمات مهمه جدا، قال هم شباب ينتمي ويحب بدون مقابل بدون اجر، زي ما اتكلمت مع استاذه سهام، انت برضو اكيد عندك اولاد وعندك زوج يمكن بيتفرج علينا، يعني بيساعدوك ازاي او ازاي يعني ازاي؟ الاول عايز اعرف شعورك لما سمعت كلمه كابتن خطيب، وتاني حاجه يعني مع الحب اللي انت لمساه من رئيس النادي الاهلي وان هو بيتكلم على الشباب ممكن يطلع منها كوادر بالظبط، وبرضه دورك في البيت او ازاي البيت طبعا العيله كلها كرويه، فمش جديد ان انت تكوني موجوده بتخدمي النادي الاهلي. ده حقيقه. طبعا يا عمر احنا كلنا اول ما سمعنا كلمه كابتن محمود الخطيب كلنا يعني كابتن خطيب قبل ما يبقى رئيس النادي الاهلي فهو رمز من رموز النادي طبعا، فهي كانت يعني حمستنا جدا وخلتنا كلنا طايرين من الفرحه، وقد ايه احنا تحس ان انت تعبك بيتقدر وان انت صوتك مسموع وان انت شغلك اللي على الارض ده الحمد لله متشاف ومحسوس، فبالعكس ده ادانا حافز ان احنا ندي اكتر من بعدها. على طول بدانا في اجتماعات عشان نقدم مشروعات تانية، عشان كون ان الكابتن نفسه يتكلم على لجنه الشباب دي لوحدها يعني تسعد اي حد طبعا، ده شرف كبير لينا طبعًا. يعني وبصراحه الكابتن خطيب والمجلس كله قد ايه هم مؤمنين بدور الشباب وقد ايه هم عايزين يطلعوا كوادر شبابيه تخدم النادي، وده اللي كلنا نفسنا فيه ان احنا يعني احنا بنخدم النادي زي ما انت قلت كده بدون اجر بدون اي حاجه. مش عايزين منصب يعني، انتوا مش عايزين بالزبط. اي حاجه، انتوا فقط عايزين النادي الاهلي بالظبط يكون كده. احسن حاجه في الدنيا، احسن حاجه في الدنيا، وان الاعضاء دي ما نخليهمش محتاجين اي حاجه. ومش شباب بس، زي ما استاذ سهام قالت طبعا احنا كلنا بنشترك مع بعض، لجنه طبيه، لجنه المراه، لجنه الرحلات، كلنا عايزين ان عضو النادي ده ما يحتاجش لاي حاجه بره النادي، ان كل طلباته تبقى مجابه جوه النادي. يعني عايزين نرجع زي زمان يا عمر واحنا صغيرين كنا على طول موجودين في النادي، يعني احنا ما كناش بنطلع بره النادي. صح، دي حقيقة. فده اللي احنا يعني وده الحمد لله، الحمد لله في خلال يعتبر سنه الحمد لله الى حد ما العضو بدا يرجع تاني النادي ويبقى كل حاجه متوفره ليه، وان احنا نحاول على طول نزود خدمات، وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين اي حاجه غير ان احنا نخلي عضو النادي الاهلي ده مبسوط ومرتاح في النادي ومش عايز اي حاجه تانية، وده حب في النادي من كل الشباب اللي مشارك يعني. أكيد. واحنا طبعا كعيله كرويه يعني ف أكيد طبعا. يعني بالظبط لا خالص، انا متربيه في النادي ويعني عشت طفولتي كلها في النادي الاهلي، فانا طالعه بعشق النادي الاهلي طبعًا. يعني فمفيش بالظبط متعصبه يعني. استاذ سهام يمكن ده شعور سلم، لكن شعور حضرتك مع كلمه شكر للكابتن خطيب وبس، وكمان دكتور عز عشان ما تزعلش مننا لازم نتكلم عليها يعني. دكتوره جميله طبعًا صراحه طبعا، يعني من الشخصيات المحترمه جدا اللي بنعتز بيها، لكن شعور حضرتك مثلا بعد احداث تنظيم حفل ابطال 6 اكتوبر، اكيد كلمه الشكر لحضرتك وكلمه شكر من الدكتور عزة لحضرتك والباقي الاعضاء اكيد طبعا دي يعني لما حضرتك سمعتيها فدي بكنوز الدنيا كلها، ان يتم تكريم حضرتك بكلام من رئيس النادي ومن رئيس اللجنه ده اكيد شرف ما بعده شرف. طبعا كمان كلام العميد محمد مرجان طبعا، كلام استاذ محمد يوسف سعيدنا بكل طاقته، يعني قعد ما بينامش تقريبا لحد ما الاحتفاليه خلصت يعني. فكل الناس دي يعني عشان تشكرنا وعشان كمان الـ الابطال اتصلوا بينا وشكرونا، دي في حد ذاتها قالوا لنا ان انتوا عملتوا يوم للتاريخ، يعني ده هيتحط في متحف النادي الاهلي، يعني ده حاجه يعني. فيلم التسجيلي كمان اشاد بيه اللواء محمد الغباري وقال انه فيلم اتعمل على اعلى مستوى، فطبعا كل ده طبعا خلانا طبعا في قمه السعاده والمسرور. ده حضرتك احنا ما اتكلمناش عليه، لكن هو واحد من الاحداث المهمه جدا او الايفنتس المهمه جدا، هو كان ايفنت ليه علاقه بالمولد،
تم تنظيمه بشكل رائع جدا، وكمان كان في حاجات احنا ما بنشوفهاش غير في يعني في الشارع. فبسم الله ما شاء الله ان هي تكون موجوده، وان يجي لكم الافكار ان هو يتم يعني وضع زي بقى المراجيح اللي هي البلدي اللي بنشوفها دي، اللي كنا زمان جدا بنشوفها اللي مش موجوده دلوقتي. البندقيه طبعا طبعا، الحاجات دي كلها يعني اعتقد ان هي افكار جيده جدا، وبتزيد من يعني نجاح لجنه المراه داخل النادي الاهلي. لكن دور بقى الدكتوره عزه مع حضرتك سريعا كده قبل ما نختم، عايز اعرف هي يعني ازاي بتتعامل معاكم، ازاي يعني بتحاول ان هي تنظم الوقت ما بين حضرتك والاعضاء، زي ما قلت لحضرتك عندكم مسؤوليات، عندكم يعني مذاكره، عندكم حاجات كتيره جدا جدا، ازاي هي بدورها كرئيس لجنه بتنظم اجتماعات بينكم وبين بعضكم؟ احنا يا دكتور عزه صراحه خلقت بيننا روح الحب، يعني احنا كلنا بنحب بعض، بناكل مع بعض، بنفطر مع بعض، يعني عايشين مع بعض تقريبا. فيعني اكتر حاجه عملتها الدكتوره عزه ان هي خلتنا كلنا نحب بعض. طبعا يعني اكيد دكتوره عزه زي ما قلت لك شخصيه محترمه جدا، لكن اخيرا عايز بقى كلمه من حضرتك الاعضاء الجامعه العموميه عشان خلاص احنا بنختم. وبالتالي انا شايف ان لجنه المراه بسم الله ما شاء الله بعد ما كانت مجمده في الفتره الاخيره بتعود وتعود بقوه. فبالتالي حضرتك كمقرره لجنه المراه كلمه في النهايه لاعضاء جامعه في النادي الاهلي. انا طبعا بشكر اعضاء لجنه اعضاء الجمعيه العموميه، وبشكر العضوات اللي ساعدونا والعضوات المشاركات، وبتمنى احنا بنعمل لقاء شهري كل شهر في كل فرع، فبتمنى ان تكون المشاركه معانا اكتر. تمام. وطبعا في ناس كتير بتيجي وتشارك معانا، بس اتمنى ان المشاركه تبقى اعلى. تمام. علشان نعرف كل ارائهم وكل اقتراحاتهم وكل توجهاتهم، علشان في المرحله الجايه ان شاء الله نراعي ده كله. طيب سلمى، يمكن في الاخر برضو اكيد مع وجود اول لجنه شباب داخل النادي الاهلي ووجودك فيها اكيد طبعا شرف، واكيد اسمك بيتكتب وبيتحفر في تاريخ اللجان اللي موجوده في النادي الاهلي، كلمه منك بقى لاعضاء النادي الاهلي ونتكلم على الشباب، تحب تقول لهم ايه؟ أنا ايه اللي انت تتمنيه في الفتره اللي جايه؟ بحب اوجه كلمه للشباب واقول ان اي حد عنده اي فكره مشروع حاجه تخدم النادي ما يتاخرش. تمام. يجي يتواصل معانا، واحنا فورا هنعرض المشروع ده على اللجنه العليا برئاسه الحاج محمد يوسف طبعا. تمام. ما بتاخرش عننا في اي حاجه. ويعني وانس ان المشروع ده توافق عليه، على طول المشروع ده هيتقدم باسم العضو اللي هيقدمه. اي حد عنده فكره اي حاجه للشباب يجي، احنا عايزين نكبر قاعده الشباب على قد ما نقدر، هو ده مستقبل النادي، هم دول الكوادر اللي زي ما الكابتن محمود الخطيب قال، هم دول اللي هيبقوا اللي هيعملوا مستقبل النادي وهيغيروا النادي للاحسن، وهم دول اكتر ناس يعني اللي ليهم هدف ان هم يخدموا النادي الاهلي. فاحنا على قد ما نقدر عايزين نكبر قاعده الشباب، احنا مش 10 بس انا نفسي برضو اقول اسامي الناس اللي معايا في اللجنه. طيب. عشان معلش بسرعه. طيب. كده طبعا استاذ عمرو غالب، احمد عوض، محمد دسوقي، علي ندى، عمر هشام، نور عبد العاطي، اسلام يوسف، اميره محي، واحمد اسماعيل، عشان دي ناس بتتعب. طيب. بصراحه يعني. سلمى بشكرك شكرا جزيلا، عضو لجنه الشباب، ويعني شرفينا وطينا وطمنت على اللغه العربيه بتاعتي الحمد لله. استاذ هشام مقرره لجنه المراه، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. كنا مع حضراتكم في الاهلي الليله في فقره عائله الاهلي، كان معايا طبعا اثنين من الكوادر اللي موجودين في انجح لجنتين داخل النادي الاهلي. بكره ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.